مسيري حاضنات الأعمال. أرحب بكم في هذا المؤتمر الجهوي لشركة الناشئة بالجنوب الجزائري. ما لاحظنا في ولاية غربيان هناك ديناميكية حقيقية في مجال الشركات الناشئة، مجال التكنولوجيا. هناك عديد من الشركات التي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتي تجد سوق لمنتوجاتها، وهذا شيء مهم. أصحاب الحاضنات الأعمال لديهم أيضا مرافقة من طرف الوزارة في الحصول على محلات وعلى حصول على مساحات للعمل، وحاليا نعمل على مستوى كل ولاية من تسهيل الحصول على المساحات على العقار وعلى المحلات لهذه الحاضنات الخاصة. مع نهاية سنة 2021 سيكون هناك أكثر من 1500 شركة ناشئة متحصلة على العلامة بإذن الله، وعدد أكبر عدد ممكن من الشركات الممولة عن طريق الصندوق.